مجزرة في تعز في يوم الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان العالمي، صور شهداء تتكرر بتكرار القصف على المنازل والأحياء، فيما تبلغ المأساة حجما لا يوصف حين يبكي الرجال ويعجز الكبار والصغار عن الحديث إلى الكاميرات المصوبة نحو عيونهم. وبينما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته 31، يتصدر غياب الحكومة وعجزها عن إرسال وفد يمثلها في الجلسة، مكتفية فقط بحضور مندوبها الدائم في المقر الأوروبي علي محمد مجور. بالمقابل تحضر الميليشيا بممثلها وعبر منظمات في مشهد يعكس حجم التجاهل الحكومي للملف الحقوقي، وهو ما يمنح الميليشيا ورقة رابحة في هذا المضمار. في الجلسة الأولى للمجلس طلب مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي الدكتور علي محمد مجور مجلس حقوق الإنسان بالوقوف بإنصاف من أجل إنهاء حالة الانقلاب الدموي والإرهاب من قبل الميليشيا المنفلتة حد تعبيره. منظمة دولية بعثت رسالة إلى الدورة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، وهو ما أوصى به تقرير خبراء الأمم المتحدة في السابق، ويراه مراقبون ملفا شائكا يشهد صراع أجندة كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. تجري دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بينما تظل تجربته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعيدة عن الآمال التي عقدت عند تأسيسه والمحاولات التي نفذت لتحقيق تقدم تستفيد منه الإنسانية. فمآسي المنطقة والانتهاكات ماثلة بوضوح أمام الجميع، وهي مأساة ترتبت عليها عواقب تثقل الضمير الإنساني. اليمنيون جزء من هذه المأساة بعد أن خسروا كثيرا على المستوى البشري والمادي، فيما لا يزال نزيف الدم مستمر. في المقابل يقف العالم تائها في البحث عن حلول تضع حدا لنزيفه.